نروح في جولة سريعة لأخبار سيدتي. يلا. طيب، وفي جولة سريعة لأخبار سيدتي، الضمان الصحي يدرس إضافة جراحة السمنة لوثيقة التأمين. طبعا بدأ المجلس الضمان الصحي في إعداد دراسة تتعلق بالمنافع الجديدة للتأمين. يبغوا يدخلوا كذا حاجة جديدة، من ضمنها طبعا جراحة السمنة، ومن الأشياء اللي يبغوا يدخلوها تشوهات القلب الخلقية الحرجة، وكمان الناس اللي يكون عندهم طيف توحد، وآخر شيء اللي هو الفحص المبكر للإعاقة السمعية. وهذه الشغلات طبعا جدا مهمة أنه الواحد يعني يقدر يأمن عليها من ناحية ميديكال إنشورنس أو من مكاتب التأمين الصحية أو الضمان الاجتماعي، لأنه مصاريفها عالية جدا، فيعني حاجة جدا مهمة أنه تكون في القلب. صحيح، يعني هذه جدا مهمة انه تكون في دراسة لاستحداث بعض الحالات اللي تكون دارجة ضمن التأمين الصحي، ومن ضمنها السمنة المفرطة بحكم نسبة السمنة عندنا في المملكة العربية السعودية. طيب، وطبعا كمان سووا استبيان عشان يشوفوا الرأي العام انه هل انه ينزلوا هذا الموضوع ولا لا، وانه تكون المصاريف تغطي جميع المستلزمات، يعني السمنة وجراحة السمنة وكمان تشوهات القلب. خلينا ناخذ مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع. معانا الدكتور البروفيسور عائد القحطاني، استاذ واستشاري جراحة سمنة ومناظير. اهلا بك يا دكتور. اهلا بكم ومساء الخير لكم وللمشاهدين. مساء الخير. ايش تعليقك على هذا الخبر انه الضمان الصحي يدرس اضافه جراحه السمنه لوثيقه التامين؟ التعليق الاول متاخر جدا. التعليق الثاني صح، يعني امانه لازم يصير هالشيء، يعني متاخر جدا جدا، لانه احنا نتكلم على مرض. السمنه صارت مرض، السمنه صارت اكثر، يعني سببنا اكثر من 70 مرض من الأمراض المزمنة، السكر والضغط والكوليسترول والأورام وأمراض القلب والشرايين، كل هذه والمفاصل، كل هذه مشاكل مزمنة عند الناس. وإحنا للأسف ننتظر لما تصير مضاعفات السمنة وتصير عندهم المشاكل هذه وبعدين نبدأ نعالجها ونخسر عليها بلايين الريالات. صحيح، السمنة والأمراض المصاحبة لها تكلفنا سنوياً 100 بليون ريال سعودي، 100 بليون. ف 100% اي انسان عنده وعي اقتصادي حيقول لك لا، احسن لي اني استثمر فيها اني اغطيها. و 100% اللي عنده طبعا متاكد انه الخطط الطبيه والمتخذ القرار في القطاع الصحي حريصين على توفيرها. طبعا البلاد الاخرى اللي سابقه مثلا امريكا وكندا والعالم الاخر فعلا المتقدم، صارت جراحات السمنه مغطاه بالتأمين، لها اشتراطات وما في مشكلة تطبق الاشتراطات، لكن فعلا مغطى. فإحنا متأخرين، وهذا الوقت اللي فعلا لازم أنها تكون وبدون دراسات. إحنا ما محتاجين دراسات أكثر، الدراسات موجودة إنها فعلا أكثر توفيرا اقتصاديا وأسلم للمرضى، وهي مرض ويجب أن تغطى. طيب دكتور، هل عندك فكرة تقريبا التأمين ممكن يغطي كم في المئة من قيمة الجراحة أو العلاج، علاج السمنة تحديدا؟ لا، شوفي، المفروض عدة نواحي. أولا يغطى أي شخص، طبعا هم السمنة تعرف عدة مراحل. نعم. المرحلة الأولى المرضية، لما يكون عندك أي واحد عنده 30 كيلو فما فوق نعتبره سمنة مرضية، زيادة في وزنه. طيب، ومراحل العلاج، في علاج التشخيص هذا يجب أن يغطى. تجيني أنت مريض سمنة في عيادتي، بشخصك، بشوفك، بزورك، زيارتك المفروض تكون مدفوعة بالتأمين ومغطاة كلها كاملة. وإذا وصفت لك أدوية وهي مصرحة، أدوية مصرحة من هيئة الدواء والغذاء السعودية، أيضا مغطاة. وإذا عملت لك فحوصات إضافية أيضا مغطى، زي غدد، زي مفاصل، زي قلب، أيضا مغطى. نجي المرحلة اللي بعدها. طيب أنا قررت أنه والله أنت تحتاج بالون مثلا المعدة، يجب أن يكون مغطى. اثنين، قررت أنك تحتاج عملية، يجب أن يكون مغطى. بغض النظر تكلفة عالية أو قليلة، هي المفروض تغطى. وطبعا هذا شركات تأمين تعمل اتفاقات مع المستشفيات والمراكز على هالأساس، زي أي مرض آخر، فيجب أن تغطى. لكن الشروط اللي استبعوها مثلا في امريكا وفي بلاد اخرى، انه يجب انه الطبيب اللي بشخصك مؤهل لتشخيصك، ان يشوفك مثلا فريق متعدد تخصصات، يعني يكون في اخصائي تغذيه، في اخصائي رياضه، انه هالشخص سبق وقيم بشكل جيد، مش انه فجاه جبناه من الشارع وسوينا له عمليه. صحيح. فهذا صح، يجب ان يكون في سلسله عمل متواصل يقيم فيها المريض، تشخص حالته، يعطى الخيارات بالتدرج، يعني ما نقفز الى خيار بدل خيار. واذا وجدنا ان حالته صعبه، يعني مثلا انه سمنه مفرطه جدا مؤثر عليه، ما هي مشكله نلجا للجراحه مباشره. فاذا وفرنا هذه، وهذه اشتراطات التامين في امريكا مثلا، انه والله توفرت الفريق متعدد التخصصات
والتدرج في الإجراء العلاج هنا تغطيه تلقائيا، ما في اي مشكله ابدا. طيب دكتور، يعني بحكم خبرتك يعني في هذا المجال، يعني كم عندنا نسبه السمنه في السعوديه خصوصا في جيل الشباب؟ يعني اكيد بيجوك في العياده انه شباب صغار في السن سواء المراهقين ولا في بدايه العشرين يطلبوا هذا النوع من العمليات، فكم عندنا النسبه في السعوديه؟ للاسف انها كبيره جدا، يعني احنا نتكلم في الاطفال وصغار السن 50% عندهم سمنه او زياده وزن، يعني عندنا اكثر يعني ما يقارب 50% مش طبيعي، وزنه مش طبيعي. هذا واحد. بالنسبه لكبار السن، الناس الكبار اللي سواء كبار في العمر فوق الخمسينات او الاربعينات وما شابه ذلك، هذول تصل تقريبا ل 70% سمنه او زياده وزن. يعني واحد وزنه غير طبيعي، عندك 70% من المجتمع وزنهم غير طبيعي. طيب كم منهم فعلا ممكن يكون قابل انه تجرى له عمليات؟ يمكن على الاقل 15% من هذولي انه في مستوى، وتصوري 15% على مستوى 22 او 23 مليون، يعني عدد كبير جدا. صحيح. انهم قد يحتاجون الى عمليات جراحيه بسبب السمنه، فهي اعداد كبيره جدا. وللاسف انه هذه تنتقل الى الامراض زي ما ذكرنا، تجدين انه يجيك جيل، اذا نعرف تماما مجتمعنا 65% من المجتمع هم تحت ال 30، معناته انه المجتمع على 20 سنه قادمه للاسف اذا تركنا الموضوع تجد كلهم معاقين باسباب السمنه. طيب دكتور عايض، برايك يعني متى ممكن يطبق هذا القرار او النظام؟ والله شوفي، هم قبل سنتين سنه ونص تقريبا لما كان الدكتور خالد الفالح هو اللي ماسك مؤقتا وزاره الصحه، نعم، انه سيكون ضمن التامين. والان ان شاء الله نثق في الدكتور ربيعه ان شاء الله انه عنده الرؤيه الثاقبه انه يكون موجود في الوقت الراهن. انا حسب الخطط عاده تاخذ حدود سنه ونص سنتين ما لم يكن هناك تسريع للامر، لانك انت بتدرسه ولازم بوليسه تطلع ولازم تحديد الحالات وتصنيفها وبعدين تحط قيمه مقابله لها وبعدين يعني بعض الاجراءات الاخرى. لكن اذا في قرار قوي واتخذ بشكل سريع وضغط على الشركات لادخاله ضمن البوليسه التامين، يعني ما اتوقع يتجاوز سنه. في شركات الان، وهذا شيء جيد، زي مثلا شركات كبيره جدا في السوق، شركات يعني مش تامين، شركات وضعت ضمن اشتراطاتها لشركات التامين انها تغطي الناس اللي كتله جسمهم اللي عندهم سمنه مفرطه مثلا 40 او 50، صاروا يدفعون. يجيني مرضى الان مثلا، مش خلينا نقول سابق مثلا، تقول له والله اللي شغالين مع سابق ووزنهم عالي بحيث انه يعيقهم مثلا، سابق تدفع له مباشره، وهذا ضمن بوليصه تامينها مع الشركه اللي امنت معاه. بالضبط. يعني دكتور عايض، بس عشان نوضح اكثر للمشاهدين وكمان يستوضح لنا، انه احنا بنتكلم هنا عن الشركات التامين الخاصه اللي ممكن تغطي في مستشفيات خاصه. بالضبط، يعني هي التامين، الشركات التامين اللي بتغطي، الشركات اللي توفر التامين هي توفره للاشخاص بغض النظر هم شغالين ولا مو شغالين. نعم. سواء عن طريق تعاقد مع شركاتهم ارباب اعمالهم او التعاقد معهم. لكن لما انا اجي كوزاره صحه واقول انه هذا زي ما اقول والله مثلا ان السكر مغطى بالتامين، خلاص انت لما تطلع لي بوليصه تامين موحده لكل الشركات اللي بتامن، اللي بتامن، يصير انه السمنه خلاص هي ضمن التغطيه بكل اصنافها، سمنه تحتاج علاج او سمنه تشخيص او سمنه جراحه او سمنه اي سمنه اخرى. بس دكتور عايض، هيكون لها كلاس معين مثلا كلاس A B C؟ يعني هيكون لها كلاس معين تختلف؟ أنا متأكد أنه حيكون حسب الشركة المؤمنة، يعني تجي مثلا أيوه تجي شركة يعني تأمن تعطي كلاس سي، معناته أنها مش حتأمن لك والله لمثلا 20,000 حدود 20,000 و30,000 وما إلى ذلك، وتأخذ على العميل مثلا تقول والله تدفع الزائد، فهمتي؟ لكن شركات الـ A اللي هو مستوى الناس اللي تصنيف A أو التأمين A أكيد حتغطي له كل شيء سواء زاد التكلفة أو قلت. صحيح. فأكيد حيكون في كل الدرجات، بس على الأقل خلاص هو مضمون. شملناه. انت شخص تبغى تاخذ تدفع تامين زياده شويه تدخل كلاس A، خلاص انت مغطى بكل شيء. تبغى تدفع اقل وتدخل كلاس C مثلا، مغطى بحاجات محدده. نعم. جميل. طيب الدكتور البروفيسور عايض القحطاني، استاذ واستشاري جراحه السمنه، شكرا لمداخلتك معنا. مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.